دار هالدف والمزمار بدبكة من تراثنا، وفرقة الدير الأحمر زرعت هالليلة ليلة سهرة كشاف الحرية نغمات عنفوان طالعة من جبالنا نازلة على الأرض خبطة كرامة، وهاي تريح لفت على الكل ليتعانق الحضور الموجود مع الغيبين اللي ما قدروا يكونوا، وتكون سهرة كشافة الحرية قعدت ليل وكاس ورفاق وكتير عبق من عطر الكرامة اللي فيون وفينا. أيها الرفاق، منذ الأزل ونحن نقاتل ونموت على اسم الحرية من دون أن ندع اختزالها. فمن أجل حرية وطننا قاتلنا، من أجل حرية رأينا سجننا، من أجل حرية كنيستنا واجهنا، من أجل حرية قرارنا ووجودنا استشهدنا. من كل هذا نشأنا، ومن أجل كل هذا سنستمر، نستمر من أجل القضية والتي يسأل الكثيرون عنها اليوم أين أصبحت. فالقضية لا تعيش فقط على حمل السلاح، هي تنمو وتنبت مع كل تلميذ وطالب جامعي، مع كل عامل ورب عمل، وفلاح وتاجر وموظف ومدير، مع كل محام مهندس أو صانع، مع كل أم لا تزال تقدس وقتا لتربية عائلتها، مع كل أب يعرف أن مسؤوليته ليست فقط بالرعاية إنما بالتربية. بسهرة هالكشاف لكل ما طلع علينا بقداس الشهداء أو بأي استحقاق أو احتفال بيروح قلبنا معهم، ومنتمنى نكون عنصر من بيناتهم بهالسهرة. ما قبلوا شباب وصبايا الكشافي إلا ما يكرموا رفاق حاضرين وغيبين ساهموا بشكل أساسي بدعمهم، فكان الشيف فرانسوا معراوي أول المكرمين، هالمناضل اللي كرس حياته للقضية ولخدمة الرفاق وين ما كانوا، الغايب ببلاد الاغتراب الحاضر بقوة بين الرفاق، فكان له درع تكريمي تيقولوا للرجل ألف شكر شاف لأنك إيمنت فينا وبهدف حركتنا الكشفية، كما كان تكريم لرهبان المقاومة حراس الحرية رفاق ما تعبوا من النضال ولا تعبت منهم القضية. وكان مثل العادي حضور أنطوان زهرة ممثلاً دكتور سمير جعجع هو كل الحرية بإطلاق المواقف الواضحة والشفافة. الجمعية تأسست بحلم الاستقلال، قمعت مع من قمعوا، منعت مع من منعوا، ناضلت سرياً مع من ناضلوا سرياً، توسط تصير جمعية على اسم الحرية. أيها القادة الكشفيون، قبل ما خاطب بقية الجمهور، اتحاد كشاف لبنان ليس اتحادا بالقول والفعل إن لم يضم جمعية كشافة الحرية. كشافة الحرية بهالسهرة أعلنت إن حركة كشفية من ضمن الحركة الكشفية اللبنانية العالمية قائمة على روح التعاون والمحبة، وهي بنت تعليم الكنيسة، لكن أعلنت بالوقت ذاته إن جزء ما بيتجزأ من القوات اللبنانية حاملة قيمة ومؤمنة بلبنان العشر تلاف وأربعمية واثنين وخمسين كيلومتر مربع وبثلاثية الجيش والشعب والدولة. لبوا نداء الحرية، شجعوا أولادكم وأبناءكم وبناتكم على الانخراط في كشافتنا كشافة الحرية أو في أي حركة كشفية أخرى، فتبعدون عنهم كل آفة وخصال سيئة وأوبئة اجتماعية نعاصرها في هذه الأيام كالإدمان وعدم المسؤولية وضعف الالتزام وانعدام المشاركة والتواصل المباشر بين الناس وغيرها من التحديات الخطيرة. كان سهرة صحيح، رأسه دبكي وكاسه لقاء صحيح، لكن الأهم من هيك إنه سهرة كشافة الحرية وبفترة قصيرة من التحضير وبعد حملة من كل ضيعة كرسي يلي أطلق الشيف فرانسوا معراوي على صفحته وتجاوب مع عدد غير متوقع من الكرة والمناطق لدعم هالشباب، أظهرت هالسهرة المتواضعة إنه مش بس قلبنا لاحق هالشباب والصبايا اللي عم يعطوا قلبهم للكشافي، إنما أظهرت إنه قلبنا اللي بيروح معهم على الدعسة مرافقهم بكل الخطوات، وخطواتهم حتى اللحظة مدوزني على الحرية، والحرية هون قلب مسؤول مؤمن متواضع شجاع متعاون مع الكل، لكن
ما بيتخلى عن حقه وبلاده دايما قبل الكل. نحن جنود الحرية، نحن جنودك لبنان، دارنا نكون الغنية، موتوا يحيا لبنان، موتوا يحيا لبنان.